قلل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر، وذلك لأنها قد تؤدي إلى تسوس الأسنان وزيادة الوزن أو السمنة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. يمكن أن يتم ذكر السكر تحت أحد المسميات التالية: ديكتروز أو فريكتوز أو جلوكوز أو سكروز أو شراب الذرة عالي الفريكتوز. اتبع النصائح التالية: اختر الأغذية التي تحتوي على السكر الطبيعي مثل التمر والفواكه الطازجة. حضر الحلويات بكميات أقل من السكر. اختر الماء أو اللبن أو الحليب أو العصائر الطازجة بدلا من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. ابدأ الآن تناول طعاما صحياً.